طالبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشلي فتح تحقيق معمق بشأن ما وصفته بأعمال عنف أمني ضد المتظاهرين في فرنسا. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الحكومة الفرنسية نحو مشروع مالي جديد بفرض ضرائب على شركات عالمية في البلاد. تشجيع الحكومة الفرنسية على مواصلة سياسة الحوار والتريث في ردود الفعل تجاه محتجي السترة الصفراء لم يمنع المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشلي من توجيه مطالب بفتح تحقيق معمق حيال ما وصفته بالعنف الأمني ضد الشعب. عدم المساواة مسألة تطال الدول كافة، كلمات تلتها باشلي على مسامع الحاضرين في مجلس حقوق الإنسان، مضيفة أن المواطنين غالبا ما يشعرون بالاستبعاد عن مكاسب التنمية، إلا أن العنف لا يولد إلا مزيدا من العنف. ما تحتاجه باريس مرحليا هو اتباع سياسة الاحتواء الناعم. مطالب الفرنسيين بدأت بتخفيض أسعار الوقود وتوسعت باتجاه خفض الضرائب ورفع الأجور، بيد أن استخدام القوة والعنف المفرط في قمع التظاهرات جعل المطلب الأول لمرتدي السترات الصفراء ما أسموه بحوار بناء، ومن ثم التوجه نحو إصلاحات حقيقية. إصلاحات حقيقية كلمة تسعى الحكومة نحوها عبر توفير مزيد من الأموال بفرض مزيد من الضرائب، لكن هذه المرة على شركات رقمية عملاقة. مشروع قانون يقدم لفرنسا سنويا واعتبارا من العام الحالي نحو 500 مليون يورو على طبق من ذهب، أعلن عنه وزير المالية الفرنسي، أساسه ضريبة جديدة على الشركات ذات الإيرادات الرقمية في البلاد على أمل قبول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا الإجراء. احتجاجات متواصلة في فرنسا منذ 5 أشهر مضت ومطالب متزايدة تدور في حلقة الإصلاحات في البلاد، إلا أن المشروع الحكومي الأخير من شأنه خلق حالة توتر بين باريس وشركات عالمية.